صدر الوزراء من خلال العرض الذي قدمه. تفضل شكرا. تفضل سي محمد. كان جزيلا اولا اشكر التلفزيون البريطاني على هذه السانحه وبارك لزملائي التقسيم الاخير تقسيم ناجح للمسابقه 2013-2014 وشكرا على جهود قناه الموريتانيه الكبيره. على كل حال شيء مشهود نشهد نحن الصحفيين. شكرا جزيلا. بالنسبه للاسئله لا اعرف من اين ابدا لان الوقت ضيق والاسئله ياسر. لنبدا بالاقتصاد. على كل حال الاقتصاد الماليه ما نفصل من بيناتهم وهي مشكله تعلق بيانا غير بعد لين اطرح السيتون في اليد باش ليس يدرس لكنهم يعرف ذاك اللي يجاوب عليه. في الاقتصاد هذا العام شهد طفرات من اسعار الحديد ارتفعوا من 40 دولار الى 170 دولار واسعار الذهب ارتفعوا ايضا وجبرت الدوله ياسر من عائدات المنقبين من الذهب واجبرنا عام في ياس من السحاب بالتالي ما زقنا الفضه في الحش ولا زقناها في هذاك اللي اصلا نسقل فيه وبالتالي والمنشات والطرق هم اللي يخلق منهم لا شيء عادي ما خلقت مشاريع عملاقه توكل الفضه ولا شيء بالتالي احنا نختار نسولو ايضا عندكم كان افق المشروع الغاز اللي هي استخرج 2021 ولا 2022 اخرتوه لعام بسبب كوفيد كنتوا تقدروا تقفوا تسلفوا على اساس انكم ولا تدبروا احنا يعني لا تدبروا لنا تجيبوا لنا وسائل ماديه مريحه وتعدل تعدل توقد عن الشعث واقع عنا والتعب والمرض وتساعدنا في ذي الازمه. على كل حال هذا 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 سؤال مطروح. بالنسبه لفهم سؤال خاص بوزير الماليه فيه شائعه قط خلقت عن 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 مجموعه من التعيينات لائحه من التعيينات من ابناء نافذين من النوع وعلى كل حال نختار نعرف حقيقتها لان تم تداولها والركوب عليها والحديث حولها نختار نعرفه كان حق كان ما يحق كان الحقيقه ذيك التعيينات الثلاثه اللي قط نشرت مراسلون وحدها ولا الحقيقه ذاك اللائحه الطويله اللي قيل حولها الكثير وشنو حقيقه عملية الاكتتاب والتعيين في 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 القطاع. فيه مشكله اقتصادي اجتماعي الدوله كانت ضالع فيه يعني في مشكله دائني الشيخ رضا اللي فوتوا الدوله كانت تتفرج عليهم وعدلوا عقود اقتصاديه والقطاع العقاري تم تدميره بهذه العمليه خلال 4 سنوات وانتم كنتوا تفرجوا يعني انتم نقول الدوله فهم وزراء كانوا سابقكم فهم حكومات كان سابقكم كانت الدوله ضامن لهؤلاء المواطنين والله سكت عنهم ينقر والله هؤلاء عشرات يعني الاف الاسر عندهم مشكله اجتماعيه هل هناك تصور خلونا من العداله وانهم قاسوا العداله فصل السلطات هل هناك تصور لحل هذا الاشكال الاقتصادي الاجتماعي فمن مشكلة إعادة الفساد اللي انطرح شدوا اللي قوم أخباره وهذا يعيد أن احنا دائما سطحيين نقول لا شيء راجع للدولة وش راجع للمواطنين من فضاء يعني ايش عاد راجع لنا تمت فقط مراجعة الرئيس اتفاق الرئيس بعض هناك هذا اتفاق مراجعته جيدة جدا يعني مش بعض شهد لها بجودة ولكن هل هناك في الآفاق اتفاق يعني في الأفق القريب ملاحظة اتفاقيات مخلة بالاقتصاد الموريتاني تجري المفاوضة عليها ومراجعتها على نحو ما حصل مع الرئيس؟ واضح. ونفس الشيء العايد ما زال عندي أسئلة. هذا تخلي من لا أسئلة الصحة ما أنت راجع لي ترجع لي. تفضل. عندي أسئلة الصحة مع الوزير الوضع صعب. والحالات الحرجة ترتفع وللأسف للأسف يخرج منها مشفون هذا تفاول مني واحدين ينشفوا قليلين منهم ولكن أكثر يتوفون للأسف يا أمس كان 74 هذا رقم قريب من 81 اللي هي رقم الحالات الخفيفة ومعالي الوزير أنتم كان عندكم وقت كبير ما استغليتوه وحتى ذلك تعدلوا شيء انتقدوه المصابين تاصلوا بينا لانكم غير تقولون ان حد محجوز له 10 ايام ما يلا عاد الفحص وبالتالي الناس عرضا ينتشر قد يكون يبقى فيه المرض وانتم تعودوا بدل تعودوا تحموها تساعدوها على انها تختلط دون فحص وبالتالي هذا من الملاحظات
الناس غير راضيه مع الوزير على الوضع الصحي الطبيعي لان كوفيد منتشره، ولكن كانت تتوقع ان الدعايه الاعلاميه التي بداتم انها تؤتي اكلا يعني مترجما على الواقع. بالنسبه للمياه فيه اختلاط بين شبكه المياه نواكشوط القديمه وشبكه المياه الجديده، وفيه الان احياء بنواكشوط وفي احيائها الراقيه والفقيره لا تجد الماء، رغم ان عندكم خزان اكبر خزانات في المنطقه غير ما يوصل الماء. ايضا منابع الماء اللي تقبض منها افطوط الساحلي منابع غير نظيفه في الانفلاع الشاب ولا تنظفوها، وياخذ الماء طعمه العشب اللي جاي من مصدر. وفيها مشروع قط دشن رئيس الجمهوريه في اخبار الشبكه تيار تعتقد عين طلح ولا لها، ما تم تنفيذه، فيه لوحه فقط على الومنيوم والله كارون مكتوب عليها انه دشنه. وفيها سيد محمد مياه اكجوجت ملوثه ايضا، ما هي ملوثه مالحه. كنت تآزر لها تآزر هو عنوان كبير نسمع به كثيرا، ولكن في الواقع اعلاميا غايب حتى باش ما نظلمك. انا ذاك قلت لي ان عن فم 30 مدرسه وكذا من نقطه صحيه وغير ذلك. واقعا ايضا الناس تنتقد مجانيه المعطى، فيه يعني مدونين كثر انتقدوا مجانيه المعطى وقالت انكم يلا تعدلوا مشاريع مدره للدخل. للدخل. قبل ان انتهي من الاسئله هناك نقد وسؤال للمعارضه الموالات، لان في بلد من حظ الرئيس ما عنده معارضه وما عنده موالات. كيف؟ ان المعارضه غابت عن دورها النقدي المصحح للنظام، والاحزاب وخاصه الحزب الحاكم تخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن النظام وترويج ما انجزه. وممكن نعطي وثانيا محمد هذا تطبيع المشهد السياسي ليس دقيقا على وليس على اطلاقه، عفوا تطبيع المشهد السياسي ليس على اطلاقه، لان فيه رئيس سابق كل نهار تعيط له البوليس ويفوت عنده نهارات. المشهد السياسي ليس طبيعيا، يعني قد تختلفون انتم مع الرئيس السابق ولكن المشهد السياسي ليس طبيعيا حتى نكون. اذا سنجيب على هذه التساؤلات اولا باول. تفضلوا سيد الوزراء. من اين نبدا؟ نبدا من تازر نشيتو. بما انه هو السؤال كان الاخير للوزراء. نعم شكرا. نعم تفضل. وين فترة ديال با دو سوسي. تفضل. شكرا على السؤال. هو سؤال من شقين، الشق الاول يتعلق بالحضور الاعلامي للمندوبيه العامه للتضامن الوطني لمكافحه اخصار تازر، والشق الثاني يتعلق بنوعيه التدخلات اللي قلتوا. نعم. فيما يتعلق بالحضور الاعلامي ما نعرف قصدكم بالقصور شنو. المندوبية العامة حاضرة طبعا في الإعلام العمومي، حاضرة في الإعلام الإلكتروني عبر أدواتها الخاصة بها واللي متاحة للعموم وتعطي تنشر بشكل تلقائي بشكل متواصل معلومات حول أنشطتها وبرامجها إلى غير ذلك. حق قد يؤذن شيء من التواصل المباشر مع اطراف فاعله في المشهد الاعلامي مثل المدونين الى غير ذلك، والله المواقع الالكترونيه قد يؤد ما هو لاحق ذاك المستوى. ما يبقى مع الوزير عفوا مع مندوب السامي، ما يبقى في ذهن مواطن من تآزر هو الاسم وليس مش مشروع. انا كمواطن انا لا اتكلم كصحفي، ما يبقى في انطباع المواطن من مندوب تآزر هو اسمها وانها انشاها رئيس الجمهوريه لطبقات الهشه وغير ذلك. هذا العنوان يبقى في اذهاننا، ولكن في الواقع لا مشاريع لمدراء الدخل في الاحياء الفقيره. يعني هناك هي ليست عجلتوا علي شوي. رايكم كمواطن، انتم مواطنين من اكثر من 4 ملايين و500 الف مواطن، معناها انا فهم زاد مواطنين اخرين. جيد هذا جيد. اشبه وسيله قد توصل بها المعلومه للمواطن هي الشيء ملموس. تماما. ما هو كلام. تكلمتوا عن قضيه نقد تقسيمات توزيعات المجانيه. هذا مو اللي رؤيه فيها قصور شوي لمعالجه مشكل الفقر ومشكل الحاجه. المشاريع المدره للدخل، انا تكلمت قبيل في مداخلتي في بدايه البرنامج عن الحلول الانيه والحلول المتوسطه وبعيده المدى. مشكلة الفقر مشكلة دولية وعالمية ولا هي خاصة ببلد ولا عندها ملي معالجة خاصة ببلد دون بلد، معالجتها معروفة. فم حاضر عنده وطأ متين على المواطنين يحتاج التخفيف،
وفي مستقبل يحتاج يعالج. معناه نخالق مواطن في ظروف صعبة ومأساوية ما يقدر يحاني مشروع، ما يقدر يحاني باللي محتاج له، تطوير مشاريع للدخل لا يستقبل سنة والله ثنتين والله ثلاثة إلى غير ذلك. غير دائما نخرصوا الشق وننساو الشق الآخر اللي تكلمنا عنه، قضية تطوير الأنشطة الإنتاجية. نعم. وأنا تكلمت عنها بمداخلتي، وتكلمت عن البرامج اللي فات خلقت في مجال الشعب الزراعية والرعوية، وتكلمت عن الأنشطة المدرة للدخل اللي احنا بصدد تطويرها على عموم التراب الوطني بالتشارك مع البلديات عبر مؤسستهم اللي هي اتحادية شنغال، يعني رابطة العمد الموريتانيين. نعم. وتعتمد تطوير أنشطة فعلا لا يتمكن من المواطنين من يعودوا عندهم دخل دائم يحسن من مستواهم الاقتصادي. يا غير ما يجد حد يتمترس وراء هذا العنوان ويحرم مواطنين في أمس الحاجة من مساعدهم ومحتاجين له بشكل يومي، ما يقدر يحانوا ذيك الحول يتطلب وقت. إذن ما ننسى عن المشكل ثنائي الأبعاد وعنده معالجة ثنائية، ذم شيء ضاغط حالة آني مستعجلة تقريبا، ضاغط آني مستعجل لا بد يعامل معه، وفم الحلول الجذرية النهائية تطلب قدر من الوقت، تطلب وضع استراتيجيات وخطط ومبارك معه وتعدل ودور ملي تبدأ تتقدم شيئا فشيئا. يا غير ملي دون ما نسينا الاستجابة لديك الحاجة الملحة واللي دائما تعود ملي مرتبطة بالوضعيات الاستثنائية والظرفية، خصوصا في السنة اللي كانت سنة خاصة حصل الاتفاق هون من 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 طيفنا السياسي بمختلف مكوناته ومكم انتم كصحفيين وكإعلاميين، وطبعا هذه النتيجة أيضا قناعة عند الحكومة عن في وضعية استثنائية لا بد يتعاطى معها. غير إن قال أكثر من مرة وعلى لسان أعلى السلطة في البلد فخامة رئيس الجمهورية عن هذه التدخلات الظرفية والبرامج الآنية اللي انطلقت وعدلت ما أثرت على البرامج التنموية البنيوية اللي ماشية تتقدم زادية في مختلف المجالات. وبالتالي نختلف دائما تعاطي مع القضية اللي هي تم دائما يقبض ثنائية العمل وثنائية المشكل. واضح. شكرا جزيلا لنعود مختصرين للوقت البرنامج قاعد نتجاوزناه، وإحنا مازالت عندنا تساؤلات وزال عندنا مطرح تساؤلات. فهم سؤالين بخصوص سيد وزير الترحم والزميل سيد محمد، واحد بخصوص المياه المالحة في جوجت، واحد بخصوص المياه في عين الطلح مشروع هماتي قال عن طلق سنتيمتر. نعم نعم بعض المناطق ما فيها. زين زين. لا غير بعجالة سابقنا وخوا لسيلة الأخ سيد محمد اللي هنا نعلق على بعض النقاط اللي أثارها الإخوة من الأحزاب السياسية. أنا ما ظاهر لي لأننا محتاجين حوار سياسي. إحنا عندنا شو من المشاكل قرب هي المشاكل المجتمعية. يعطنا إحنا نقيم إحنا بعد سلوكنا بعد ذاك اللي شعار الوحدة الوطنية. احنا ما عندنا مشكلة وحدة وطنية، احنا عندنا مشكلة مجتمع، عندنا مشكلة تقاليد، مشكلة ممارسات عائلية أسرية نتغلبوا عليها. مجتمع ما بينهم مشكلة نتخلق دولة القانون، كل حد يجبر حقه، دولة القانون أجبر حقي، أجبر ذا اللي يطفي العدل نمارس حريتي، ما في مشكلة. واضح فم غياب دولة القانون ظهر لي علن الوحدة الوطنية وهذا والإرث الإنساني والروايات لا ملهات وتوه يكتم ومشي بهم الوقت. يعطنا نشتغل على ذوات القانون ياكم حلوا عنا المشكلة. وصفقات التراضي هاي ملي لا هي زاد حقا أريد به باطل. صفقات التراضي جزء من القانون ونقر قانون الصفقات، ما هي كل كلمة صفقات التراضي إنه واحد عدى الجريمة وذا، هي جزء من مدونة الصفقات. وأنا بعد شخصيا نعود مصلحة الشعب الموريتاني ترتضي لأني نعدل صفقة التراضي نعدلها، غير مستعد يحقق مع اي حد كان انا حققت معها منها من بعض. واضح. اي حد مسؤول وقايد شو المرات يعود لابد يعدل مصلحه شعبه باي وسيله، هذا هو المطلوب. ما كلمه تم تنقالد الحيل ويعدلوا بها رواه. فم ملي فرق بين التطلعات والاحلام والواقع. موريتانيا دوله فقيره، هاي دوله غنيه ابدا، هاي قالوا مثلا الليزيون دار في عقول الناس عنه موريتانيا دولة غنية وإحنا عندنا كل شيء. إحنا نتحاكموا علاش إحنا في الجهاز التنفيذي، أنا عندي ميزانية مليار يلا ينطلب مني مقابل مليار، ما يقدر يعود عندنا مصادر طبيعي غير مستقل. إحنا نتكلموا على هذا اللي عنده وزير المالية عنده مليار لين يشتغلوا على مليار، ما نقدر نعيشوا على روايات خرمان ما هي موجودة. إحنا دولة من العالم الثالث إمكانياتنا محدودة وعندنا مشاكل هيكلية في الحكام. يسمع واحد يجي زعيم حزب سياسي والله وجي يجي الوزير نكتب يقول لا تعطيني الصفقة لا تعدل لي كذا ولا تعين قريبك ولا ما يمدها ما تبني دولة، لا بد نعود صريحين مع بعض.
نبنوا دولة فما معايير بتناوع عليها الدول نقصوه. شو واحد شان حملة على الوزير والله شيء أنه هو جاء قاية شخصية ما عدلها. نحن لا لا بدنا صريحين ما نكذب على بعض. دي بلدنا نبقوها نبقوا مصلحتها. يعطنا نمشي نلودوا الخلل في منين ونشتغل عليه. ثاني مزايدات ما هي. واضح سيد الوزير نجيب على تسألة متعلقة بالمياه لو سمحت. بالنسبة للمياه. إحنا وقت مغنى. أفطوط الساحلي. نعم. حسب علمي المكان اللي فيه من أحدث المكان المستخدمة في العالم. كاسب سيمنز هم المكان المعاملين فيه. ولا هم مشاريع العشرية. هم عدل زمن معاوية السيد أحمد الطاهر. الدولة ما يملك الحد. لا عاد واحد عدل المشروع. الآخرين استثمروا في وقتهم. ولا يعدلوا فيه شيء قالوا هذا مشروع الموريتاني. ما في اي مشكله. المشكله اللي قال الاخ على مستوى روسو نعم. لان في بريز مديره في النهر مباشره يخلقوا فيها مشاكل ويدخلوا يصلحوه. بالنسبه لافطو الساحلي ما في مشكله. نواكشوط نعم. المشروع اللي تكلمت انا عليه في المقدمه مشروع 1430 كيلومتر من ليكوندويت انكور حالا نعم. وذاك اللي يلا يعدل في عين الطرح من تشي وعدل فيه ما زالوا لي برانش هو في كل مقاطعه نواكشوط نعم. غير على مراحل صحيح مشروع متعثر من 2009 نعم. شو عدل احنا عم ناكسلروه مثلا دركنا منه شيء من 2009 وهي المرحلة الثانية اللي اطلق رئيس الجمهورية والدار تعدل نعم. فيها تأخر فعلا هاي قرر ندروا نتقلبوا عليها قدرين تخرصوا الإعلام عدلت له زيارة ميدانية ومبرمش كل أسبوعين نوقف أنا نفسي على الشانتية نشوف تقدم واضح. تقدم الإشغال بالنسبة للمناطق اللي ما فيها المياه حتى من العاصمة كبرى مدن نعم. العالم نعم. في لقيتو كبرى مدن العالم في الغرب في لقيتو في بلايس ما فيهم الماء لا بد أن نعود مدركين ونعرف نتكلم عنه. نعم. في أحياء في كبرى مدن العالم ما عندهم الماء. عندهم كيف اللي عندنا. مشكلة شنو هو وين تلاقيهم مع الوزير؟ قلت لك عنه مبارك معه. ولي وسرع. محمد حتى لا يكون. سيتا بلاش 90% فيها أن لو ينقالوا كاتبيس 90% تقدمت فيه العشاء اللي يبدأوا فيه لبرانشما قريب سوبر أعطينا شهرين تشوف به لبرانشما إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إذن سيد الوزير فيما يخص المشاكل المتعلقة بالقطاع اللي ذكرت النائب سيد النائب وذكر كذلك سيد محمد بخصوص عن 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 كان عندكم في القطاع فترتين جاءت فترة ساعدتكم على التهيئة أكثر للظروف عنكم ما استغليتوها بخصوص الموضوع الثاني يتعلق بحالات الحرجة نعم وعشرت أيام هذه اللي شكرا نعم غاول فحصرها نشكر النائب ونختار هنا لم ذكر ذلك نعم. أن في ثناء الموجة الأولى عندها شد أخبار مع جماعة البرلمانيين دي جروب هيومانيتار وذي الوسيلة يعتم ذكرها تطرحت هيك ساعة وجاوبت هيك ساعة بعدين جاوب عليها إن شاء الله اللي هي هذه الرواية الأساسية نعم. واحدة اختير هون ذكر بالرواية الأساسية نعم. طه اللي عنا خارج شيء قلت هون في التلفزة نعم. شتنبر وكتوبر 2019 عاد اليوم دروس عرفناهم الكوفيد وكرامة اللي سوات الناس فيهم الاختيار ذكرهم بالعجلة واحدة نظام صحي واحد ما بتصلح منه زر عن زر نهائيا وبذاك لا يتطلب الوقت ألها كل حالة بقيناها لكرانها قاعدة لشم الأركان الكادر البشري ركن الأدوية والمقتنيات ركن المنشآت ركن التنظيم اليومي ركن الجودة ركن المعطيات ركن والتخطيط ركن هاي أركان يمشوا في بلد وهو نظام انت قبال من الركن ما قبالك الاخرين اللي يخسر هذا عرفناه في كوفيد بين اللي همنا بعجاله نصلحوا اشياء يا كان استفادوا منها استفدنا منها قال ما علينا يجبروا فيها النتيجه اللي كافيه من اللي ما رينا من وقت نعدوا الاركان فر وقت واحد يطلب الوقت الدرس الثاني اللي عرفناه عن الصحه جوهريه ولين توقف جميع قطاعات الدوله وهذا نعرف العالم الحمد لله اللي عرفناه ملي وهذا حمد المولانا ومولانا ما يعدل شيء عفوا مولانا ما يعدل شيء ما فيه الفائدة هاي رواية مهمة عرفنا اليوم عرف العالم أسره عن الصحة أولوية وجوهرية غير عرفنا ملي عن الكادر البشري جوهري أولوي في الصحة الكادر البشري ما يقدر يجبر في نهار ولا نهارين الكادر البشري يطلب زمن أقله للسنوات وللدكاترة 7 سنوات والمتخصصين بين 10 و11 في الحين اللي نقدر نحلوا هذا في شهرين والله لا ودون واقعيين الخطة الأجهزة ما يحلوا مشكلة هذا نختار كنت هاولار كل الأشياء الاثنين والثالث ده الثالث الصحة مكلفة الصحة هادها والصحة لا ودار يزقل نعتنا هذا شوي اللي رقنا نعدله مع كوفيد المليارات ونبقي هون بالعجلة نقول هاي أخبار هاو الصفقات تراضي في مارس ما نعرف لا يخرج شنو ولا عارف كان كوفيد لا يجي على الدولة بصير تلا قدر الله العالم متقفر المؤسسات
قلنا لهم لين يشترون عندهم خارج مؤسسه نشتري من عندها في تركيا ووافق عليها الين عندنا الوقت اللي الله يجير الطائره مشات المات الخارج المات تمشي تدور الصين كيفيتها قال رئيس الوساع نحن كنا في ظرفيه خاصه قالش عدنا ذوك السبقاتين عدلوهم طلبنا نحن هم الطالبين من فتش العامل الدوله تجينا ومشات لنا حد وعدل معنا جميع الشغله بلد واحد وعاد يوجهنا واللجنه رقابه لفون جاتنا ونعتنا لها الصفقات بالتخطيط بتفصيل كان يكون مشات شوار المخزن وخرصت ونعتنا لها اليه متابعه المخزن اختيرهم كيف قال معالي الوزير لو فهم تتخاد اصبع في كل شيء حال باب الهروايه اللي يبقى يخرص الروايه كي موجوده تواغتها موجوده وجهتها موجوده ويمشي لود معناها ان نختار نعود واضحين ونختار مولي انتم نشوف بلد تهبيط الحكومه ما هم قدم شيء نختار الحكومه بد من كيف قال الخلطه قبيل شي صالح هذا منو وش خاسر نحن من الاولين مطالبين حسب نظري الاولين مطالبين انا اللي قالنا اللي خاسر شنو نصلحه هذا كانت بعجاله اولا يا رجع لك الاسئله مهم عندي هون انتم هم اللي معنا 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 بعد قلت خزوا قرمان قد انتم نضلوا الراي قولانكم عن الحالات الخطيره في ازدياد اسف اسف اليوم صفر ازدياد يوم هذا 24 ساعه الماضيه ما طرات اي حاله لعلمك انت ما زاد لا تقول بزياد قبلها كانت شو 60 قبلها كانت شو 60 وقبلها كانت شو 24 ساعه صفر حاله خطيره ازدادت يعني تنقص دقيقه وفيها انا ما ازدياد انتم تقولوا ضلوا الراي الروايه الثانيه ما ضلوا الراي احنا عدلنا اعلان عدلنا اعلان مفصل لا خلينا نتكلم داين في كلام عدلنا تفصيل واضح في صفحه الوزاره وبرر من الشودة بعد 10 أيام يلا رقا جوخة بعد أسبوع الإنسان مات لي وخذ فيروسات مات له في فيروسات الفحص اللي يعدل دور إيجابي قال لي يجبر شنو لي يجبر شايش من الفيروس قال الفيروس ما تلفم بعد أسبوع الإنسان مات لي وخذ فيروسات إذا نحتطنا حل 10 أيام ما في خاية الفساد الفحوص وتخسار الموال بلا فايدة بعد 10 أيام نأكدهم أنا ما خالق إنسان بعد 10 أيام تلفي الفيروس وتيعدي وهذا قلناه ووصلنا وعندنا مولي تفصيل واضح في الصفحة وأنتم شفتوا وبرنا فيه شنو عدد الحالات أنا لا نقول لكم تجمع عدد الحالات حرجة اليوم وقت الأسئلة اليوم صفر حالة حرجة ما في حالة حرجة في موريتانيا ما زادت أنت تقول في ازدياد تقول أنه في ازدياد تقول أنه في ازدياد ما لا توفوا اثنين يا أخي يا أخي ألمان يا أخي ألمان يا أخي الصنتري ألمان فيها أحسن يعتبرنا فيها أحسن نظام صحي في نهار واحد توفات 950 هذا قال في نقل المستشفيات يا أخي هاي رواية طارية هاي رواية ما هي معروفة هاي رواية عندها روايات ما يتابع القواعد التقليدية ونختير هون نمشوا على الأساس قلنا نتعاون كيف قال الخلطة نحلوا المشاكل قال ما نضلوا الروح ما في تطبيق سامحني ما نضلوا الراي نقول لهم لا تشتغل الثاني نختارهم رجع وكيف قال الملية كيف طرح هذا السؤال اجهزه ما هم فعاليه الاجهزه نعم فعاليه الاجهزه ما هم صالحين احنا عندنا احسن واذا نعدلوا قريه قريلاش واذا نعدلوا تراضيلاش ياك يعني نقولوا احسن الاجهزه نحن عندنا من دري احسن الاجهزه ما يجد حد يقول ما هم ما هم ما هم كافيين نحن اياك نحسنوا من ادائنا بين الموجات كمل بين الموجات انتين عدتوا اعلانات لمؤسسات ما نذكر اسم المؤسسات عفوا نعم. غير قد ان بين موجات ثنتين نعم اياك نتاكدوا من الواحدين فيه عدنا جبنا اخصائيين من الانعاش موريتانيين معروفين في فرنسا وفي دول الغربيه وطلبنا من اسبانيا ومشاتنا وراي اسبانيا عندها خبره خاصه ومشاتنا فرقه واعطت معنا شهر ونص مهنا في الواكشوط خاطع لكل مستشفى فيه انعاش في الداخل ونختار هون كيف قالت السيده النايبه نذكر هون هذه الدوله وقلت لك بين لا رجع لها مشيت ان كوفيد عندنا 38 سرير انعاش بصفه عامه 30 في الواكشوط واربعه في كيفه واربعه في نواديب ثم هانكم الدوله تصدى للكوفيد ب 38 سرير دول افريقيه احيانا عندها 200 زايده احنا عندنا 38 الخلطه هذا النظام هذا نظام صحي هش حقيقي وجاي جاتو نحن كنا ماشيين على خطه وقدمناها الحكومه في دجنبر 2019 وماشيه متماسكه على هؤلاء الاركان كنت تقول وماشيه مع طول الزمن وعندها المأموريه وان شاء الله تعطي نتيجه
قفزنا كوفيد فرض علينا نمشوا على وتيرة ما يمكن ماشيين عليها. الحمد لله اليوم عندنا نتائج كيف قلت قبل، اليوم عندنا زايد على 96 سرير انعاش ما هو عام، هذا مخصص كوفيد بدون سرير انعاش الاخرين المديون العادي. نعم انا ما نقدوا اليوم ونقول حد واللي يبقى يخرص خرص عن اليوم التكفل بالانعاش فيه اليوم اي خلل بالنسبه لنا احنا اللي فين عندنا هما اقصى اللي يعدل في العالم الانتيباسيون يكسر لقد في العالم نختار هون ما اللي انتموا نقولوا لا للشيء اللي متاكدين منها هذا هو الخارج حد قاس فرنسا اللي جبار لا يعدل الانتيباسيون والله فين نوفي باخر كلمه اخر كلمه هون ولا نقولها بعجاله بي اللي لا تنطرح في الوسائل ويعطيك سؤال ما اطرح اختار نقول هون على الحكومه عدلت زايد على اللي ينقال في السباقات عدلت مجهود كبير اتجاه الكادر البشري خاصة اختينا نقول عن مجينة لحقنا فيه استأخير سنة تامة من علاوات البعد وعلاوات المسؤولية وعلاوات الخطورة ونفر ما هنو خلصنا 2020 خلصنا 2019 و 2020 وعن ذلك اللي نتكلم لكم الليل ونهار والله اثنين اللي نتكلم لكم ما خارج حد اليوم إلى أكتوبر العاقب لنا يسال علاوة واحدة الكوفيد وعلاوات نوفمبر دو جنبر فاتوا مشاو واعدين مالية وزير المالية جازي بالخير فات عطاطيها نتيجتها إياك تأخذ بالعجيب من الحكومة مهمة عندها الكادر البشري تمشي في ذاك ونذكر ونوفى بها عن رئيس الجمهورية في خطابه أذكر زيادة 30% الناس بشكة فيها ذيك 30% وهون نتكلم تحت رأي وتحت قرار وزير المالية والمعني عنها نافذة من يناير 2021 شكرا. واضح جدا. طيب سيد وزير سمعت تساؤلات الزميل السي محمد مازال في فرصه والله اذا انا عندي نقاط هي لا عندكم نقاط بسرعه للوقت وقت البرنامج زدنا عليه غير تفضلوا على كل حال التعيينات السلطه انفراديه ومسطرتها سريه وخالق منها ذلك اللي اعلن واعلن حسب مقرر ولا مرسوم واكتفي بهذا عندنا قضيه الماليه قطعا فيها احنا قلت عن الضرائب عنها تحسنت وهذا ما ذكرت قبل القطاعات اللي تحسنت فيها غير من هالمعادن اساسا والتملي عن النفاق عنه حكم فيه يغرم اللي خلق به اللي على عجاله تقريبا برنامج الاولويات انطبقت فيه تقريبا فاتت 51 مليار برنامج صندوق التضامن تقريبا 30 مليار قليل الخاصه انفقنا على 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 الجانب الرعوي اللي خلق برنامج سابق الأمطار وانتفقت فيها 11 مليار منها 5 مليارات إلى 6 إعانات من الدولة والأخر مساهمت تقريبا الأجور كلفتنا العام 167 مليار رقية قديمة صندوق التقاعد عجزوا 10 مليارات الدين تقريبا الدين أعباء وتسديد أصوله كلفنا 100 مليار يعني خلق فيه إنفاق غير ما اللي يحكم فيه وإنفاق على كيف قلت على القطاعات الاجتماعية فم النموذج الاقتصادي النموذج الاقتصادي فيه ملامح فم ملامح النموذج الاقتصادي في تعهدات برنامج فخامة رئيس الجمهورية من حيث مثلا تعزيز احنا اقتصاد ليبرالي على كل حال باللي المبادرة الحرة مهمة يقال فم الاقتصاد الاجتماعي والتعاون الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني مهم وله درك له يعد فيه له ينظم وله يؤسس له وفهم اللي فهم النفقات الاجتماعيه اللي هي اللي وفهم التشغيل مثلا ملامح النموذج الاقتصادي واضحه في التعاوده عن شوي له نعرج على الاصلاحات احنا عندنا اصلاحات مهمه في الماليه العامه من تعزيز استقلاليه المسيرين ولكن مهم الشفافيه وفيما الرقابة المالية دارك تواكب حتى دارك تواكب في نهاية الميزانيات واكبت نهاية الميزانيات ومعدل إذا يتعدل تقارير مهمة دور تنتشر إن شاء الله وربط الميزانية بالبرامج وبرنامج تعهدات الفخامة رئيس الجمهورية مهم لك مهم ما كانت الميزانية ميزانية وسائل دارك ربطناها بالنشاطات ميزانية 2021 مربوطة ببرامج تعهدات مربوطة بالنشاطات ما ورك ما تقدر يتم إنفاق ما هو عبر النشاط مبرمج ومعروف أثره الاجتماعي وأثره الاقتصادي طورنا من أدوات تحضير الميزانية عدلناها آلية وعادت مشركة وطورنا برنامج تنفيذ ما تلي ينفذ تقريبا ورك
نفقة ما هي آلية ما تلي فيه ذاك الورق وذاك حتى المخالصات تعودوا نشرناهم قاعد عبر وسائل فم الدين خارج ملي مهمة عن هذه مبادرة مجموعة العشرين للغاء الدين ورزاد لإرجاء ملي واكبناها واستفدنا منها أكثر استفادة وفم مبادرة عدل فخام طريس في إطار رئاسة الدولية الدول الساحل الخمس لإلغاء الدين وإحنا نعلق عليها آمال كبيرة فم اللي آمال على انتعاش الاقتصاد بعد الاقتصاد العالمي باللي أنتم تعرفوا عن اللقاح أنه أعلن عنه وربما ذاك يطلص شوي هذا الحجر ويطلص الاقتصاد وذاك إحنا معلقين عليها آمال وعندنا ملي هاي الأفاق الكار الصحفي في أخبار سيد في أخبار الشرايك الاستخراج اخبار القطاع الاستخراجات المعدنيه به اللي هو اللي نفعنا في 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 شكرا واضح الشيخ رضا الشيخ رضا عندها الاف مهمين يشاهدونا وطالبين من اللي علقوا عليهم شوي كونسيرن ريفينيو الكاستيون سي علق شوي على القطاع الغير مصنف عن القطاع الغير مصنف عندهم اللي نواكبوا هذا قاعد الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني اللي تكلمت عنه ورك فيه دول مجاوره استخدمته للفورماليزاسيون دو ليكونومي لربط القطاع الغير مصنف بالاقتصاد والرسائل رسمته وذيك رسميه الدور تحد من هذه المشاكل خصوصا عندنا احنا عريض جدا نعم هذا حل جوهري وجوهري يشتث هذا النوع من المواضيع تعليق شوي على نقطه مهمه ذكرت اللي نقدر نمشي اللي قالوا القمع اللي حس الاخوه قبيل تكلموا فيه هذا هو انا قبيل شرط الدوت القانون ذا كامل اللي يخلق الناس اللي يمشوا يعدلوا اي شيء ما هو مرخص تعرض لهم سلطات الامنيه لين يتخطوا حدودهم لابد يعود لهم رده فعل يعني رده فعل دائما متوازنه اللي في التيفيريت روايه عاديه وعابره ومتباركه ويشتغل عليها بدرجه الحد ما شاء الله ما هو المكب ما هو من اليوم ولا من امس ان شاء الله قضيته بعد دارت الحل ان شاء الله ان شاء الله mon confrère a souligné le fait que les celles étaient clairement